شهرزاد الحكاية، شهرزاد العبرة، عرفناها بعذب الكلام ورقة ودفء السرد، سمعناها في حكايات ألف ليلة وليلة، هدهدتنا بقصصها المتشعبة ونبهتنا لكل الفخاخ المنصوبة. كانت تحكي وشهريار يسمع، قصص لا تنتهي، عبر إنسانية لا تنسى. في هذا رمضان أنا شهرزاد اللي غنسمع، وضيوفي هما اللي غيحكيو في البودكاست الجديد احكي لشهرزاد. مشاهير مغاربة غيحكيو لينا قصصهم. ضروري نخرج من القرية باش نكمل نخدم نعاون الوالد. الحمد لله اللي ما نحارفش لشي حاجه اخرى. احوالهم وبزاف من اسرارهم. ودابا ولا كلشي مطلق، حتى حرمه الميت ما بقيناش نحترموها. انا راه بشار، راه ما مفروضش عليا اني نخرج نبتسم لك. احكي لشهرزاد انسكتوا ونسمعوا، واذاننا وقلوبنا تكون صاغيه، ولن يسكت ضيوف شهرزاد عن الكلام المباح.